مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في جوله جديده لبرنامج منشيت الصحافه، نسلط الضوء خلالها على ابرز ما تم تداوله في الصحافه المحليه والدوليه. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه المحلل السياسي فهد المسعود، ويرافقنا ايضا في هذه الحلقه رسام الكاريكاتير محمد ثلاب. ارحب بضيفي الكمين. اما الان مشاهدينا نبقى مع ابرز العناوين المحليه بعد هذا الفاصل. عناوين وأخبار متنوعة نختارها من الصحافة المحلية، ونبدأها بهذا العنوان من صحيفة الكويتية: صاحب السمو هنأ المخترعين الكويتيين، رفعتم راية الوطن. عنوان آخر في صحيفة كويت تايمز: سمو الأمير يكلف الشيخ ناصر المحمد ليمثله في جنازة بوش. جابر المبارك لوسائل الإعلام تصدوا للإشاعات والتزموا الحرية المسؤولة. تحت هذا المنشيت أوردت صحيفة النهار تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية التزام وسائل الإعلام بالحرية المسؤولة في عرض وطرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. وذكرت النهار أن ذلك جاء خلال استقبال سموه أمس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، يرافقه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لكونا ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك لدعيج ورؤساء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر 46 للجمعية العمومية لاتحاد فانا الذي عقد بالكويت الأمس. أستاذ فهد، أبدأ معك بهذا الخبر. إذن حضرة أو سمو رئيس مجلس الوزراء يركز على دور الإعلام العربي، يدعو إلى الالتزام بالحرية، يدعو إلى تصدي للشائعات، وما للإعلام العربي دور كبير في الحفاظ على السلم الأمني والدولي، فكيف تعلق على ما جاء في كلمته؟ نعم، لا شك الكل يعرف أن اليوم تعددت وسائل الإعلام، يعني أكثر من وسيلة مرئية ومقروءة ومسموعة. هناك الآن اليوم تواصل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الوسائل أصبحت الآن تغزو العالم كله بأخبار سواء هي يعني صحيحة أو كاذبة، وبالتالي نحن يعني نعول دائما على الإعلام الرسمي في بث الأخبار التي تكون بالفعل صحيحة وموجهة. لذلك يعني الإعلام العربي له دور كبير، وهو سلاح ذو حدين الإعلام، أما يكون إيجابي أما يكون يعني يرجع عليك عكسي، وبالتالي يكون سلبي. لذلك الإعلام العربي بالإمكانيات الموجودة في الحكومات ودعم الحكومات لها، سواء الإعلام هذا كان رسمي أو حتى أهلي بس بدعم حكومي في الوطن العربي، لا شك عليه دور كبير في إعداد برامج توعية توجيهية للتحذير من قضايا الإرهاب، وكذلك بث روح الوحدة الوطنية، وكذلك هذه البرامج كلها تدعو إلى الاستقرار الأمني وكذلك الاستقرار السياسي فيما بعد. لذلك اليوم الإعلام العربي أنا أعتقد بهذا المؤتمر التنسيقي اللي يعقد سنويا، لا شك أنه يبحث مثل هذه القضايا ويبحث في وتقدم أوراق عمل لتطوير الإعلام وللتنسيق فيما بين وكالات الأنباء العربية، حتى بالفعل هناك يكون توسع وتطوير، وكذلك المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك يكون يجب يكون هناك حسابات خاصة للإعلام العربي للتصدي لمثل هذه الإشاعات أو اللي تبث روح اليأس أو كذلك تدعو إلى التطرف ومحاربة هذا التطرف كمدخل للاستقرار الأمني وكذلك الاستقرار السياسي. نعم، في خبر آخر من صحيفة الراي تناول تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متانة وصلابة العلاقات الكويتية الإماراتية وحرص قيادتي البلدين على رعايتها وتعزيز وشائج القربة بينهما. ونقلت الراي عن الخالد قوله عقب مشاركته في احتفال إقامته سفارة الإمارات لدى البلاد بمناسبة الذكرى 47 لليوم الوطني: إننا ننظر بإعجاب مع العالم لما تحقق أو لما تحقق أو تحقق في الإمارات الشقيقة خلال مدة زمنية قصيرة، إذ أصبحت في مصاف الدول المتقدمة نتيجة جهد وتخطيط وإدارة سليمة. فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني مشاركة للقيادة السياسية بالأمس وأيضا الشعب الكويتي للإمارات بيومها الوطني، يجسد العلاقة
العلاقات المتينة ما بين البلدين، كيف تعلق على ذلك؟ بلا شك، أول شيء نتقدم بأسماء التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وإلى الشعب الإماراتي كافة بمناسبة الاحتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا لهذا الدولة الشقيقة كل التقدم وكل الازدهار والنمو في ظل هذه الحكومة الرشيدة وفي ظل رعاية أبوية من رئيس الدولة. لا شك احنا في الخليج دائما نقول احنا جسد واحد، وكذلك احنا أمة واحدة، مصيرنا واحد، بالتالي أي احتفال أو أي مناسبة سعيدة في الكويت يشارك بها أشقاء في الدول الأعضاء التعاون الخليجي. كذلك هناك احتفالية في الإمارات اليوم الكويت تشارك فيها، يعني سواء داخل الكويت، وهذه يعني شفناها من خلال بعض البرامج اللي أقامتها دولة الكويت، يعني مشاركة لاحتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة السعيدة والوطنية العزيزة. وكذلك في دولة الإمارات كذلك هناك من الشعب الكويتي من يشارك، ذهب المشاركة الشقاء في الإمارات في احتفالياتهم في اليوم الوطني. نعم. كذلك حتى احنا في الكويت، يعني لو صارت المناسبات الوطنية عندنا بعد شهرين إن شاء الله، ستجدين الأخوة في الإمارات وفي السعودية وفي عمان، الخليج عموما، الخليج كله يأتي إلى الكويت ويشارك مع الكويتيين فرحتهم. نعم. فهي الحقيقة بالفعل هي يعني تجسيد للعلاقات وتأكيد لها، وأن احنا شعب واحد ومصير واحد ومجتمع وأهل واحد، كلنا تربطنا علاقات يعني أخوية أشق وكذلك أسرية. نعم. في خبر آخر من صحيفة الأنباء، عنونت انطلاق فعاليات معرض جسور بتنظيم من اتحاد الصناعات الكويتية والصبيح المناطق الصناعية الجديدة تعزز أعمال المبادرين. صحيفة القبس نشرت تقريرا لمؤسسة EFG هيرمس المالية، قالت فيه إن القطاع المصرفي الكويتي حقق أقوى نمو في أرباح البنوك الخليجية هذا العام بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى في عام 2018، مدفوعا بالتوسع في الهامش وحجم النمو. ننتقل إلى صحيفة الجريدة، وهذا المنشيت، رئيسة العمل التطوعي تحذر من دخول محمية صباح الأحمد بطريقة مخالفة. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. نبدأ منشط الصحف العربية والدولية من جريدة القدس العربي، والتي نشرت بعض مقاطع مقال للكاتب الإسرائيلي شلومو شامير بصحيفة معاريف العبرية، حيث يرى أن التقديرات تشير إلى أن خطة السلام الأمريكية التي تعرف بصفقة القرن فشلت قبل ولادتها. وشكك الكاتب بإمكانية نشر صفقة القرن على الإطلاق، وهاجم السفير الأمريكي فريدمان قائلا إنه يفتقر للخبرة الدبلوماسية، كما أنه شخص لا يفهم الواقع السياسي المعقد في إسرائيل التي يمثل بلاده فيها، كما أن الطريقة التي تحدث بها لا يتحدث بها سفير وبشكل علني حول خطة سلام يعتبرها صفقة رئيسية وعمل عليها البيت الأبيض لمدة عامين، وهو نفسه جزء من الفريق المسؤول عن صياغتها، متسائلا ماذا يعني أن تصل إمكانية قبولها إلى ذروتها. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن يعني نقد من سفير فيما يتعلق بصفقة القرن، يقول بأن هذه الصفقة ماتت قبل ولادتها، وبأن يعني السفير الأمريكي المتواجد في إسرائيل لا يدرك الوضع السياسي كما من المفترض أن يدركه، فبالتالي كيف تعلق على ذلك؟ نعم، طبعا شارون هنا يحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة والمضي قدما في هذه، خلينا نقول صفقة القرن، ما يقال أنها صفقة القرن. نعم. هي طبعا هذه الخطه هي احاديه، تعتبر احاديه بمعنى انها صيغت في البيت الابيض بعهد ترامب الان، بالتنسيق مع بعض يعني خلينا نقول القيادات السياسيه الاسرائيليه، وبالتالي كل هي تصب مصلحه اسرائيل وليس لها اي
مصلحة للفلسطينيين. نعم. وبالتالي هي إجحاف في حق الفلسطينيين وخاصة في موضوع القدس وموضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين. نعم. لذلك أنا أعتقد من قراءات وتحليلات الكاتب تاريخيا بأن أي 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 اتفاقيات تكون بهذا الشكل، بمعنى أن هي يعني تكون تصب 100% صح إسرائيل وليس لها أي جزء للفلسطينيين، بالفعل لو طبقت أرض الواقع ستفشل، لأن الفلسطينيين لن يعني يسكتوا عن هذا الأمر، وبالتالي حيكون هناك عدم استقرار أمني داخل إسرائيل وحتى خارج برا إسرائيل كردة فعل على 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 أمور مثل هذه تكون أحادية من طرف واحد وليس للفلسطينيين. وحتى خلينا نقول إذا بعض الدول العربية شاركت في دعم هذه القضية لن تجد ترحيب من هذه الدول بسبب الإجحاف في حق الفلسطينيين في هذه الاتفاقية أو في هذه الخطة. لذلك أنا أعتقد يعني كلامه موجه بالتنسيق أتوقع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بالضغط على أمريكا بسحب هذا المشروع. وحتى ترامب الآن لو تلاحظين ترامب تراجع وقل حماسه حتى الإعلام على تبني هذه الخطة والمضي قدما فيها، في هي المفروض تطبق في مطلع حوالي حتى الإعلام لم يتحدث يعني في الوقت الحالي لا يتحدث عن موضوع صفقة القرن. يعني وجدنا ردود فعل الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وكانت ردة فعل كبيرة أيضا فيما يتعلق بمسيرات العودة، وكان مؤخرا الحرب العسكرية ما بين إسرائيل وما بين الفصائل المسلحة في فلسطين. فبالتالي كما تحدثت يعني لن يكون هناك رد فعل يعني رد فعل عادي من الشارع الفلسطيني على حتى صفقة القرن التي يعني تجحف بحق الشعب الفلسطيني. في خبر آخر، ندد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس بمحاولة روسيا التدخل في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي جرت مطلع الشهر الماضي بطريقة مشابهة لما قامت به الانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي أوصلت الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حسب ما أفادت به صحيفة القدس. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول مجددا التدخل في انتخاباتنا الشهر الماضي ونرى محاولات مستمرة في هذا الصدد. يعني الرئيس دونالد ترامب وحتى إدارة الرئيس دونالد ترامب يعني تفعل مستحيل لتبعد روسيا عن تدخلها في الانتخابات الأمريكية. تحدث متس الآن وكأن بالفعل روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، يعني من باب الاعتراف نستطيع أن نقول. فبالتالي كيف تعلق على هذه النقطة؟ والله شوف، جيم ماتس طبعا لما تحدث اعتقد لم يتحدث اعتباطا ولا عفويا، انما هذا الشيء جاء بالتنسيق مع ترامب. ولا شك مثل التصريحات هذه يعني حساسه وخطره الا يكون هناك في تنسيق بينهم. انا اعتقد ليس كما تفضلتي، انا اعتقد انه هو يحاول ابعاد ترامب وتبرئة ساحته من التدخلات الروسية في عام 2016 في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي يقول نعم هناك محاولات كانت كما حصل بالسابق واحنا الآن منزعجين منها، وهذا تدخل يعني سافر من الروس ومن فلاديمير من بوتين في تخريب العملية الديمقراطية ما يسميها، يعني إفساد العملية الديمقراطية سواء عندنا وحتى في الغرب بشكل عام. لذلك جاءت هذه التصريحات حتى يعني اعتقد نوع من يعني التبرئه، ونحن نشجب ويعني وندين هذه التدخلات. نعم هناك تحقيق في موضوع انتخابات الرئاسيه برئاسه مولر، ولحد الان التحقيق جاري وممكن يطال ترامب الايام القادمه بعد جانيوري لما تتغير تركيبه المجلس الشيوخ الامريكي ومجلس النواب. يعني قد يكون سيناريو يكون ليس لصالح ترامب، لكن في الوقت الحالي هذا التصريح جاء لإبعاد الشبهة عن ترامب في العمليات اللي حصلت سابقا، كاعتراف ضمني أن هناك محاولات لكن لا توجد أي تدخلات ولا في تنسيق ولا اتفاق. نعم. يعني لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مجرد فكرة التدخل الروس في الانتخابات الأمريكية ويقول بأن الروس لم يتدخلوا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. فبالتالي عندما يتحدث متس بهذه اللهجة يقول بأنهم تدخلوا ونحن نرفض تدخلهم في الانتخابات النصفية، وهذا ما قصدته ربما صحيفة التايمز الأمريكية. في خبر آخر، أوصى
الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال في تحقيق بشأن فساد يضم أكبر شركة اتصالات إسرائيلية حسب وول ستريت جورنال. قد ينتج عن هذه الخطوة إدانة نتنياهو أحد أقوى حلفاء الرئيس ترامب الأجانب وشريك رئيسي في سياسته في الشرق الأوسط في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض لوضع خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تولى السياسي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئاسة المكسيك بوعد بتحويل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بشكل عميق وقيادة حكومية خالية من الفساد. وصحيفة الغارديان تبرز أنه في أول عمل رسمي له في منصبه وقع اتفاقا مع نظرائه في ثلاث دول في أمريكا الوسطى لوضع خطة تنمية للمنطقة، وستشمل الخطة صندوقا لتوليد فرص العمل كطريقة لتقليل الفقر الذي يدفع الناس إلى مغادرة السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. صحيفة الاندبندنت انتقدت الرئيس البرازيلي الجديد يائير بولسونارو وكالات البيئة التابعة للحكومة البرازيلية وقالت إنه سيحظر عليها صلاحياتها في فرض غرامات في كل مكان. رئيس البرازيل اليميني المتطرف أحد المشككين المشهورين في المناخ والمدن بأكثر من 2000 جنيه استرليني في غرامات لصيده بشكل غير قانوني في عام 2012، وكرر أيضا التعهدات السابقة بدمج الهنود في المجتمع عن طريق إلغاء مواطن إقامتهم الأصلية رغم رغبة القبائل في الحفاظ على أسلوب حياتها. إذن يعني رئيسين يميني ورئيس يساري في المكسيك وفي أيضا في البرازيل، كيف ستنظر أمريكا الجنوبية إلى يعني أيديولوجية مختلفة عن الأخرى؟ بالضبط ما تفضل، هي أيديولوجية مختلفة، يعني النقيضين يسار ويمين، يمين متطرف طبعا ويسار. الرئيس البرازيلي يعني يدعو الى لا يعترف بشيء اسمه بيئه ولا يعترف بشيء بقوانين بيئيه ومجلس بيئي، وبالتالي يحاول انه يلغي كل هذه القوانين، بل بالعكس عنده امور جائره في التعدي على البيئه وعلى المناخ، ولا يعترف بشيء اسمه يعني ظروف مناخيه وتغير المناخ وثقب الاوزون والتمدد الحراري، كل هذا لا يعترف فيه كما فعل ترامب بالغاء اتفاقيه المناخ في باريس. فبالتالي هو عنده غرامه طبعا 2012 هي غرامه على تعدي على البيئه طبعا صيد جائر. وكذلك هو الان قاعد يقتلع الاشجار من الغابات ويمسح ما يسمى بالمساحات الخضراء ويستبدلها باشياء يعني ترابيه، وهذا طبعا لا شك دمار البيئه ودمار وتغيير الطقس والمناخ، وهذا مثبت علميا. لذلك يعني هذا يعني تهور تطرف يميني مقابله اليساري اللي هو رئيس المكسيك، يعني دعا خلال حملته الانتخابيه الى انه سيكافح الفساد، حيتبنى يعني بناء المكسيك من جديد، حيكافح الجريمه التي ارتفع معدلها في المكسيك بسبب يعني التجار وتجار المخدرات، حيقضي على المخدرات، حيكافح المخدرات، حينشئ صندوق لمساعدة الفقراء وكذلك يعني فرص عمل وظيفية، يعني خلق فرص عمل وظيفية للعاطلين عن العمل، كذلك التنمية الاجتماعية، كل هذه البرامج يعني الإصلاحية شفناها والآن قاعد يشتغل عليها ويعمل عليها. كان هو طبعا قبل يصير رئيس المكسيك كان محافظ العاصمة، فبالتالي عمل أشياء تجديدات وطور في العاصمة، لذلك تجدين بالفعل جاي يشتغل من أجل بناء بلد، من أجل يعني مسح الصورة السلبية والسيئة عن المكسيك وإبدالها بصورة مشرقة تنم عن المكسيك دولة صديقة، دولة تكافح الجريمة، دولة يعني تخلق فرص وظيفية للعاطل العمل عن العمل، وبالتالي هناك تنمية لكن تحتاج إلى وقت. وبالتالي هو وقع كذلك اتفاقيات مع دول الجوار، كذلك هو طبعا انتقد دونالد ترامب على قضية المعبر الحدودي للمهاجرين، لكن في نفس الوقت يعني ابدا استعداده للتعاون مع ترامب وفتح فصل للحد من هجره المكسيكيين، للحد من الهجره كذا من خلال خلق فرص وظيفيه للمهاجرين او الذين الهجره الى امريكا،
وكذلك الى فتح علاقه جديده في في التبادل التجاري بين البلدين. نعم، عموما الرئيس المكسيكي يعني بدا من نفسه خفض الراتب الرئاسي الى المنتصف، ورفض المعيشه في المقر الرئاسي، ورفض استخدام الطائره الرئاسيه، وحتى رفض الحراسه المشدده، فبالتالي هو بدا من نفسه يعني رجل اصلاحي بمعنى الكلمه. نعم. في خبر اخر او مشاهدينا، ننتقل الان الى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم اخترناه من صحيفة لوموند الفرنسية بقلم أبل مستر تحت عنوان سترات صفراء ثوار بلا ثورة، يقول فيه أن للتاريخ أو التاريخ لا تقل فيه جرعة من السخرية، فقبل عام ألمح إيمانويل ماكرون إلى أنه أراد أن يخلد ذكرى أحداث مايو 1968 بدعم من عدة شخصيات من الحركة الطلابية في القرن الخمسين مثل دانيال كوهن بيندنت ورومان جوبل ورولاند كاسترو، ولطالما تردد رئيس الدولة في الإشادة بهذه الأحداث التأسيسية في التاريخ الاجتماعي الفرنسي ليصرف النظر في الأخير. وبعد مرور عام أدت تعبئة السترات الصفراء والصدمات السبت الماضي في قلب باريس، أدت إلى ظهور غير متوقع منذ نصف قرن لتحدي طويل وعنيف للسلطة. كيف نفسر أن النشطاء اليمينيين واليساريين المتطرفين وغير المسيسين يجدون أنفسهم سوية في هذا الخندق، بينما كل شيء يدل على أنهم خصوم أو خصوم لبعض؟ ماذا يمكن أن يكون الإسمنت الذي يشد هذا التجمع من الشغب؟ يجب علينا عكس المنظور التحليلي، فلا يطرح السؤال لماذا يوجد هذا التجمع الاحتجاجي، بل ضد ماذا يبدو الجواب واضحا، ضد إيمانويل ماكرون وعالمه وإصلاحاته والفلسفة السياسية والاقتصادية التي يرتكز عليها إيمانويل ماكرون. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. نعود للأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم، ولك التعليق أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كاريكاتير اليوم مثل ما طلعت أغلب الكتب اليوم، أغلب الصحف اليوم تكلمت عن تصريح محافظ البنك المركزي وعن قوة البنوك الكويتية كمتانة مالية. فسويت الكاريكاتير أن البنوك الكويتية قوية من ناحية المالية، وفيها وهذا يعني هذه القوة يعني تكون من صالح الكويت ومن صالح الاقتصاد الكويتي. نعم، أستاذ فهد. لا شك قوة البنوك الكويتية هي امتداد للتشريعات والقوانين التي والسياسات التي وضعها البنك المركزي، وهذه تدل على بالفعل أن هناك خطط استراتيجية وهناك يعني بالفعل أهداف يقوم فيها البنك المركزي من خلال يعني فرضا للقوانين هذه اللي تصب مصلحة البنوك وبالتالي مصلحة الاقتصاد الكويتي. البنوك الكويتي اليوم أصبح لها أصول قوية، ولا سيما بالنسبة للودائع اللي فيها. وأغرب مثال لنا اللي هو قبل يعني أسبوعين تقريبا صدر البنك المركزي قرار سمح لرفع السقف القروض الاستهلاكية والإسكانية للمواطنين خلال البنوك، وهذا لا شك هيعمل على يعني إضافة جديدة وقوة جديدة للبنوك الكويتية. نعم، إذن مشاهدينا هذا الكاريكاتير، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي المحلل السياسي فهد المسعود ورسام الكاريكاتير محمد ثلاب، وأشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.